بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. مكملين يا شباب، والنهارده بناخد الفاينل تيست نمبر 4 من كتاب جيم للمراجعة النهائية. الكتاب ده مش عارف، في ناس بتشتكي ان الكتاب نسختين مختلفتين ولي ذلك، يعني خلينا نرتكن. لو الكتاب مع حضرتك اوكي، لو الكتاب مش مع حضرتك يبقى ما تقلقش، الأسئلة كده كده انا بحطها على الشاشة يا شباب، فما تخليش الموضوع ده يوقفك. طبعا انا عارف ان احنا داخلين في فتره مذاكره العربي، فاحنا محتاجين بس من حضرتك كل يوم يعني من ساعه لربع تقريبا الى ساعه علشان نحل الامتحانين دول، فيبقى احنا لسه كل يوم الانجليزي معانا وحاضر، مش هيضيع مننا تاني. يلا نروح نحل ونرجع لبعض. وهنبدا يا شباب في فاينل تيست نمبر 4 من كتاب جيم بوكليتس المراجعه النهائيه. واول جمله بتقول the police questioned the prisoner for several hours but were unable to note any information. البوليس استجوب السجين ساعات عديدة وبط، ولكن were unable، ما كانوش قادرين ان هم يستخرجوا any information. extract letter A يعني يستخرج. number 2 I was exhausted، انا كنت مرهق. at the end of the exam، في نهاية الامتحان. I note about 12 pages، انا كتبت حوالي 12 ورقة. طبعا احنا عارفين ان احنا كنت مرهق في الماضي، باكيد كتبت اقدم. اوكي طيب، بس يا ترى ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ لا ماضي تام بس، اللي هو had written. طب ليه مستر ما ينفعش had been writing؟ لانه طالما ذكر عدد المرات ما ينفعش استخدم المستمر هنا، اللي هو 12 ما ينفعش استخدم مع المستمر، فبالتالي هختار letter D had written. number 3 the woman spoke emotionally about her experiences as a war note for BBC news. الست اتكلمت بشكل في مشاعر عن خبرتها وتجربتها كمراسله للحرب. correspondent letter C يعني مراسل للتلفزيون او لجريده، اسمه correspondent number C او letter C. number 4 what did you do with the money not your mother lent you؟ طبعا money غير عاقل، و طالما بنتكلم عن غير عاقل يبقى هنستخدم letter A which. number 5 growing old، انك تكبر، is a natural note which no one can avoid، هي ظاهرة طبيعية، phenomenon يعني ظاهرة طبيعية محدش يقدر يتجنبها، letter A ظاهرة. number 6 someday people not all of the ocean bottom in submarines، في يوم من الايام الناس هتستكشف كل قاع المحيطات بالغواصات. طبعا احنا بنتنبأ بدون دليل، عندك دليل على كلامك؟ لا، طالما ما عندكش دليل يبقى بنستخدم well زائد المصدر letter C. number 7 with his simple style، بالستايل البسيط بتاعه، يحيى حقي not himself as a pioneer of modern Egyptian literature، هو established himself letter D، وهي جملة بتكرر كتير يا شباب خلي بالكم منها، established himself، وضع نفسه في مكانه كده ان هو رائد المودرن Egyptian literature. number 8 I know the first exercise what do you want me to do after that، حد بيقول انا دلوقتي خلصت اول exercise، حضرتك عايز مني اعمل ايه بعد كده؟ واضح انه لسه مخلص، تمام، وطالما لسه مخلص يبقى احنا بنستخدم زمن المضارع التام اللي يعبر عن حدث لسه حاصل وانتهى منذ لحظات، حتى بنستخدم معاه كلمه just لو انتوا فاكرين، فبالتالي بنستخدم زمن المضارع التام اللي هو letter B have finished علشان تبقى هي المناسبه للاجابه. number 9 you may not your children if you let them have all that they ask for، انت ربما تفسد اطفالك لو تركتهم ياخدوا كل اللي هم عايزينه، spoil letter D يعني يفسد. number 10 a note او an، طبعا على حسب الكلمه، is a set of books، مجموعه من الكتب، which deals with every branch of human knowledge، بتتعامل مع او بتتكلم عن كل فرع من فروع المعرفه البشريه، احنا بنتكلم عن موسوعه encyclopedia letter A يعني موسوعه. 11 he has five children and his flat، هو عنده خمس اطفال وشقته، isn't not for each one to have his or her own room، خلي بالك لما تلاقي 2 دي تعرف ان في النص الاول يا اما 2 تي او او يا اما enough، اوكي يعني سو وساتش مش موجودين كويس. طب يا ترى 2 big ولا big enough ولا enough big؟ مبدئيا في واحده منهم ما تنفعش خالص اللي هي enough big، لان enough لا ياتي بعدها الصفر، enough لا ياتي بعدها الصفر، يعني لو هتيجي هتيجي big enough او 2 big، يبقى كمان letter D بره. طيب 2 big ولا big enough، هو ده الكلام بقى، هي صفة إيجابية
ولا صفة سلبية. فكرة إن الشقة تبقى كبيرة دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ لا دي حاجة حلوة، يبقى هنستخدم big enough، لأن enough هي اللي بتيجي مع الصفات الإيجابية، أما to بتيجي مع الصفات السلبية الوحشة. هتقول لي طب ما في نفي هنا، أقول لك ماليش دعوة، هو بيقول الشقة ليست كبيرة بشكل كافي لكل الناس، الشقة ليست كبيرة، ماليش دعوة طبعا أنا إذنت هنا ما تخصنيش، يعني ممكن أقول الشقة كبيرة بشكل كافي أو مش كبيرة بشكل كافي إنها تكفي الكل، مش مهم، المهم ما ينفعش أقول تو لأن تو تيجي مع الصفات السلبية، لو قلت تو سمول ماشي لكن تو بيج لأ. 12 There was a very not response to the offices offices new design. People seemed very pleased with it. واضح إن في رد إيجابي للديزاين الجديد لأن كل الناس تبدو إن هي pleased with it، مسرورة بيها. طبعا تعرفين ان كلمة positive letter C يعني ايجابي. 13 when their mother was ill لما مامتهم كانت مريضة the kids offered not the dishes. offer يعني يعرض وبيجي بعدها to المصدر to clean the dishes. letter A هي الاجابة الصحيحة. number 14 my father gave us a real scare. بابا خضنا. real scare هنا يعني خض او خوف حقيقي. when he suddenly لما هو فجأة حصل له ايه؟ But he is better now. ولكن هو دلوقتي أحسن. طبعا نتكلم عن fainted letter D يعني أغمى عليه. كلمة fainted يعني أغمى عليه. Number 15 Not I not seen it with my eyes I wouldn't have believed it. طبعا دي 15 دي في سنة 2020 ملغية، المفروض إن هي دي قاعدة F سنشرحها. إحنا بنقول إنه حالة F التالتة ممكن أحط had في أول الكلام بدلا من F الحالة التالتة، يعني بدل ما أقول if I hadn't أقول had I not على طول. طب أنا عرفت إزاي إنها الحالة التالتة؟ عشان النص التاني من الجملة wouldn't have والتصريف التالت wouldn't have believed، يبقى الاختيار بتاعي هيبقى had. ينفع if يا مستر؟ لا ما ينفعش if لأن مفيش had، ما ينفعش أقول if I not، لازم تبقى if I hadn't، كده يبقى had مش موجودة. لكن لما أحط had أنا مكان if تنفع، يبقى had في أول الكلام تبقى had I not seen. number 16 It's becoming harder and harder for all of us to not work and family affairs. بأصعب وأصعب بالنسبة لنا إن إحنا نعمل توازن، إن إحنا نوازن ما بين العمل وشؤون الأسرة أو الشؤون الأسرية. يوازن يعني balance. letter B هي الإجابة الصحيحة. After not a week in the cottage, he decided that he didn't really enjoy living in the country. خلينا نركز كويس جدا في ان في قاعدة اسمها after بعدها ماضي تام اللي هو بيبقى فيه فاعل طبعا ثم had وتصريف التالت. انما لو ما فيش فاعل زي الجملة اللي قدامك دي، لو ما فيش فاعل زي كده هيبقى after او before او while، اي واحدة من التلاتة. طالما ما فيش فاعل بعدهم بيجي بعدهم verb plus ing على طول، يعني هنختار letter D spending. 18 grandma always kept a sum of money. دايما جدتي كانت بتحتفظ بمبلغ من المال away in case في حالة there was an emergency، في حالة لو كان في emergency letter B يعني طوارئ، في حالة الطوارئ كانت بتخبي شوية فلوس. number 19 oh dear I am late not my name been called yet. طبعا انت شايف ان في يت في اخر الكلام، وشايف كمان ان في بين تصريف ثالث بين كولد اللي هو المجهول بتاع المضارع التام. يعني من الاخر احنا بنتكلم في زمن المضارع التام، عشان يت بتيجي مع سؤال المضارع التام اللي بيبدا بهاف او هاز، يبقى السؤال بتاعي هيبدا بهاز. ماي نيم بين كولد، هل اتنده على اسمي. نمبر 20 ان ذا باست اول سيلينج شيبس had not to support the sails. كل السفن زمان او المراكب الشراعية كانت فيها masts. letter D mast اللي هو الصاري، مش عارف هتفهمه يعني ايه صاري، ولا العصاية دي العمود اللي كان بيتربط فيه الشراع. masts يعني الصاري. على فكرة كلمة mast تنفع بمعنى ابراج التليفون المحمول كمان، ممكن تستخدم بنفس المعنى. number 21 she gets her son not his homework. اتفقنا ان الفعل get لما بيجي بعده عاقل بيجي بعده طول مصدر، وبالتالي اختار to do عشان she gets get هنا بعدها عاقل اللي هو her son ابنها. 22 can you not me how long it takes to the Egyptian museum. ممكن تخبرني، طبعا انتوا عارفين ان can you tell me يعني هل من الممكن ان تخبرني، ده تعبير معروف والناس كلها عارفاه. letter B هي الاجابه الصحيحه. 23 this book is made not of 12 separate short stories. طبعا make up يعني يتكون من 12 قصة قصيرة. make up letter A.
24 the window is very high the thief not through it. طبعا الجمله دي ملغيه في سنه 2020 ولكن الاستنتاج هنا انا بقول الشباك ده عالي قوي اللص مش ممكن يكون دخل من هنا او تسلق من هنا مش ممكن يعني can't have وتصريف التالت can't have climate. Number 25 the businessman's note was destroyed when he was arrested for bribing a clerk. سمعته اتدمرت لما اتقبض عليه بتهمة رشوة الموظف. طبعا انتوا عارفين ان السمعة يعني reputation letter D. reputation letter D. 26 help النجدة. واضح انه انا دايما لما اقول لحد كده ايه لما تقول help النجدة يبقى حضرتك عندك كارثة دلوقتي مش كده؟ ما انت مش معقولة مثلا بعد ما المصيبة تحصل تستنى ساعتين ثلاثة وتقول للناس help يعني ما كنتش نايم فأكيد help دي يعني النجدة فيها حاجة تحصل دلوقتي. ماشي help the homework not up my by my dog. الحقوني ده الواجب بيتبوظ حاليا بواسطة الكلب بتاعي. مضارع مستمر يا شباب بس مجهول بقى لأنه طبعا الواجب مش بيبوظ الكلب ولكن بيتبوظ يبقى is being torn letter B. Number 27 one advantage to living in my city. واحدة من مميزات ان انا اعيش في المدينة بتاعتي is that I can park ان انا اقدر اركن عربيتي on north side of the street. طالما ميزة يبقى انا اقدر اركن عربيتي في اي واحد من الاثنين مش في ولا واحد. لو ولا واحد كان يبقى عيب انما دي بيقول لك ميزة يبقى في اي واحد. Either هنا الاجابة letter A هي الاجابة الصحيحة. 28 برضو ملغية بس هنشرحها عشان الدفعات اللي جاية. If I had a yacht لو أنا معايا يخت لو أنا عندي يخت تعرفين طبعا had هنا ماضي بسيط الماضي من الفعل have يعني يملك. لو أنا كان عندي يخت I not the seven seas. If ماضي بسيط وبالتالي الناحية التانية would زاد المصدر would say letter C. 29 in the poem في القصيدة there is a very strong note of wisdom as a female. في طبعا personification يعني ايه يا شباب personification letter دي يعني تشخيص في القصيدة في تشخيص قوي جدا للحكمة كسيدة كامرأة يعني كأنثى. اوكي personification الحكمة أنثى ماشي يعني ما علينا عشان ما حد يزعل. number 30 the company was losing money and it had to make some of its employees not. الشركة كانت بتخسر فلوس وكانت مضطرة ان هي أو اضطرت إن هي تجعل بعض الموظفين عندها redundant يعني مسرحين أو بلا عمل أو ما يشتغلوش. letter A هي الإجابة الصحيحة. أول الحلقة دي من جزئين الجزء الثاني هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف. تفضل حضرتك انزل صندوق الوصف هتلاقي أول حاجة من فوق رابط الجزء الثاني. بالتوفيق.